بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس الخامس. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذا من جملة فضائح اليهود. ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وحاجوه، فقال الله جل وعلا لنبيه: ليس هذا صنيعهم معك وحدك أيها الرسول، وإنما هذا صنيعهم مع أنبيائهم. إن الذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هذا صنيع اليهود مع أنبيائهم وعلمائهم والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر منهم. فلا تستغرب إذا قابلوك هذه المقابلة القبيحة، فهذا شأنهم وديدنهم. ومن فضائحهم أنهم يدعون: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا. ألم ترى، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، خطاب للرسول يتضمن معنى التعجب من شأنهم. إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب مراد بهم اليهود، لأن الله انزل عليهم التوراة والإنجيل، نعم، نصيب كبير من الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وكان المفروض أن يؤمنوا به وأن يتمسكوا به، لكنهم على العكس. وفي هذا تعيير لهم
لأنهم عصوا الله على بصيرة لا عن جهل، فهم أوتوا نصيبا من الكتاب وعلموا الحق تبين لهم، لكنهم لا يريدون الحق، يريدون أهواءهم ورغباتهم، هذا صنيعهم مع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذا خطاب لأهل الكتاب. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، إذن لا يستغرب موقفهم من خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يدعون إلى كتاب الله، إلى التوراة التي معهم ليحكم بينهم، لأن الواجب عند النزاع أن يرد النزاع إلى كتاب الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يعني جنس الكتاب التوراة والإنجيل والقرآن سائر الكتب إنما أنزلها ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، هذا شأن المؤمنين أنهم إذا اختلفوا يرجعون إلى كتاب الله، من سائر المسلمين يرجعون إلى كتاب الله وينهون خلافهم، لأن هدفهم الحق. أما الذي ليس هدفه الحق فهذا لا يقبل الكتاب، لا يقبلون الشريعة، يريدون القوانين الوضعية ويريدون الأنظمة البشرية، هذا شأنهم في كل زمان في كل مكان. دعونا إلى كتاب الله، إلى التوراة التي بأيديهم ليحكم بينهم ثم يتولون يدبرون عن كتاب الله. يدبرون عن كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قيل سبب نزول هذه الآية أنهم لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه، الله جل وعلا بين أن صفات محمد وعلاماته موجودة في التوراة، موجودة في التوراة، فالواجب على أهل الكتاب أن يرجعوا إلى التوراة والإنجيل ليعرفوا صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو حاكمهم إلى كتبهم التي بأيديهم التي فيها وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، هذه أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. فهم يدعون إلى كتاب الله، أي التوراة والإنجيل التي فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أوصافه عليه الصلاة والسلام، لكنهم لا يقبلون ما في التوراة والإنجيل بسبب الحسد والهوى، سبب الحسد والهوى والبغي والعياذ بالله. وقيل إنها نزلت في قصة الزانيين من اليهود،
زنى رجل بامرأة من اليهود في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأشكل عليهم أمرهم لأنهم لا يريدون أن ينفذوا الحكم الذي في التوراة وهو الرجم. التوراة فيها رجم الزاني والزانية، وهم لا يريدون أن ينفذوا هذا الحكم، فقالوا نذهب إلى محمد، نذهب إلى محمد ونسأله عن حكم هذين الزانيين من أجل أن نتخلص، من باب التخلص، وإلا ليس هو محبة الرسول، ولكن يريدون أن الرسول يحكم بغير ما أنزل الله، يريدون أنه يحكم بغير ما أنزل الله، أسهل من الرجم، لعله يجد لهم مخرج. فنحتج به، نحتج بمحمد أنه هذا حكمه. فلما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه القضية، قال ما حكمهم عندكم؟ قالوا نسود وجوههم ونطوف بهم في الناس. كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب التوراة ليخصمهم بها، طلب التوراة ليخصمهم بها ويظهر كذبهم. فجاءوا بالتوراة ونشروها عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضع ابن صوريا أصبعه على آية الرجم ليخفيها، فقرأ، ولما وصل إلى آية الرجم مغطاة بأصبع اليهودي، قال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من أحبار اليهود فأسلم، قال له ارفع أصبعك، فرفع أصبعه فإذا آية الرجم تلوح في التوراة، فأظهر الله كذبهم. فهذا يكون سبب نزول الآية: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ولا مانع أن تكون الآية نزلت في السببين: كفرهم بمحمد وجحدهم حكم الرجم في التوراة. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يحتج عليهم بما في كتابهم، وإلا كتابهم نسخ في القرآن، لكن يريد أن يلزمهم الحجة التي في كتابهم. دعونا إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم، يتولون مدبرين لا يقبلون ما في كتاب الله عز وجل، وهم معرضون أشد. قد يكون المتولي يرجع، المتولي قد يرجع، لكن المعرض لا يرجع، تولون وهم معرضون إعراضا لا رجوع بعده والعياذ بالله. فهذا شأن اليهود مع كتابهم ومع أنبيائهم، فلا يستغرب منهم موقفهم من القرآن ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما السبب الذي حملهم على هذا؟ ذكره الله في الآية التي بعدها أنه سببان. السبب الأول ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فهم يظنون أنهم لا يعذبون في النار، وإن عذبوا إنما هي أيام معدودة أو معدودات ثم يدخلون الجنة.
لأنهم يزعمون أن الجنة لهم ولا يدخلها غيرهم. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يزعمون أن الجنة لهم ليست لغيرهم، وإن عذب من عذب منهم في النار فإنما هي أيام معدودات ثم يدخل الجنة. هذا هو الذي حملهم على إعراضهم عن الكتب والرسل، أنهم ادعوا لأنفسهم أنهم هم أهل الجنة وأنهم لا يعذبون في النار مهما فعلوا. هذا السبب، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار لا أياما معدودات. السبب الثاني، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، غرهم في دينهم الذي ابتدعوه ما كانوا يفترون، يعني يكذبون على الله جل وعلا ويحكمون لأنفسهم بأنهم شعب الله المختار، أنهم شعب الله المختار، أنهم أبناء الله وأحباؤه. فقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أما غيرهم فليس من البشر، ليس لهم قيمة. هذه دعواهم، غرهم في دينهم ما كانوا يفترون ويتمنون على الله الأمان والعياذ بالله. قال الله جل وعلا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. هم راوغوا في الدنيا وقالوا كذبوا وافتروا وعاندوا، لكن سيأتي يوم لا خلاص لهم ولا تنفع فيه المراوغات والكذب، هذا سيزول كله، سيزول كله، البهرج والكذب والدعاوى كلها تزول إذا جمعهم الله ليوم لا ريب فيه وهو يوم القيامة، لا شك فيه، لا بد أن يقع على كل العالم، اليهود والنصارى والمسلمون وسائر البشر، سيجمعهم الله في هذا اليوم ليوفيهم أعماله. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، ماذا يصنعون في هذا اليوم؟ هب أنهم في الدنيا فعلوا هذه الأفعال وعثوا في الأرض فسادا واستنكفوا عن اتباع الأنبياء وأعرضوا عن كتاب الله، لكن في الآخرة لا محيد لهم، ماذا يصنعون في هذا اليوم؟ نسأل الله العافية. كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، سيوفيهم الله ما كسبوا في هذه الدنيا من الغلو والتعنت والتشدد والتساهل والمتناقضات واتباع الهوى وتكذيب الرسل وتقتيل الأنبياء، تقتيل العلماء، تقتيل الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله فعلوه في الدنيا، هذا ما كسبوه لآخرتهم، ماذا تكون حالهم يوم القيامة؟ إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، هو بعد يوم مظنون ولا يمكن يجي يمكن ما يجي، لا ريب فيه، لا بد من وقوع. ووفيت كل نفس، كل نفس، ما على أحد من أحد، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس إنما توفى ما كسبت لا ما كسبه غيرها من خير أو شر، كل إنسان مسؤول عن نفسه وعن عمله، لا مدافعة ولا نجدة
ولا أنساب ولا أموال ولا جنود ولا قوة في هذا اليوم. ووفيت كل نفس جوزيت كل نفس بما كسبت بما كسبت في الدنيا بما كسبت هذا فعل ماضي يعني في الدنيا من خير أو شر وهم لا يظلمون لا يؤخذ شيء من حسناتهم أو يوضع عليهم شيء من سيئات غيرهم ما يظلمون من حسناتهم شيء ولا يؤاخذون بعمل غيرهم هذا ظلم والله منزه عن الظلم سبحانه وتعالى وهم لا يظلمون ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له قل اللهم مالك الملك هذا دعاء هذا دعاء وفيه رد على اليهود الذين يزعمون أن الملك لهم في الدنيا وأنهم شعب الله المختار وأن غيرهم خدم لهم الدنيا يزعمون أنها لهم والآخرة الجنة أيضا لهم لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم فالله جل وعلا قال لنبيه قل اللهم مالك الملك الملك من هو له ملك الدنيا والآخرة لمن لليهود للنصارى للمجوس للمسلمين لا الملك لله جل وعلا قل اللهم مالك الملك الملك التام الشامل لملك الدنيا والآخرة الملك لله سبحانه وتعالى قل اللهم اللهم أصله يا الله حذفت يا النداء وعوض عنها الميم في آخر الجلالة اللهم أي يا الله مالك الملك هذه صفة لله سبحانه وتعالى أنه المالك المطلق المالك الحقيقي أما غيره من ملوك الدنيا فهو ملك مستعار وملك يزول ويتغير أما الملك الثابت التام فهو لله جل وعلا الذي لا يزول ملكه سبحانه وتعالى ولا يزول سلطانه جل وعلا أبد الآباد خلاف ملك البشر فإنه مؤقت ويزول وأيضا هو منحة وعارية الملك المطلق لله جل وعلا قل اللهم مالك الملك أي يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء شوف تؤتي الملك من تشاء ملوك الدنيا الله هو الذي آتاهم الملك بمشيئته سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحانا فهو ليس ملكا لهم ملكا حقيقيا وإنما هو ملك مستعار ملك من الله جل وعلا هو الذي ملكهم وهو الذي يسلب الملك منهم فلا يغتر الملوك والرؤساء والدول لا تغتر بملكها فإن الملك لله يقدر على أن ينزعه منهم في لحظة يقدر أن ينزع ملكهم ويحول قوتهم في لحظة واحدة الذي آتاهم الملك هو الذي يسلبه منهم
قال الشاعر: ومن تكسو، يعني الدنيا، ومن تكسو تاج الملك تنزعه غدا بأيدي المنايا أو بأيدي عدائه. إما أنه يموت يخلي الملك، وإما أن عدوه يتسلط عليه ويسلب منه الملك، تسليط الله سبحانه وتعالى. ألا يغتر الملوك وأبناء الملوك والسلاطين والرؤساء والدول القوية لا تغتر بملكها وسلطانها؟ فإن الملك بيد الله جل وعلا، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء مشيئته سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يشاء وما يريد، وتنزع الملك ممن تشاء. يكون ملك جبار قاهر، عنده آمال بعيدة، متجبر، ينزع الله ملكه ويحوله إلى ذليل، إلى مقهور، إلى مسلوب الملك في لحظة واحدة. تنزع الملك ممن تشاء، فلا يأمن ملوك الدنيا ودولها أن تنزع منهم سلطتهم وملكهم إذا لم يخافوا الله عز وجل ويسوسوا الملك بسياسة الشريعة وسياسة العدل ويقيموا العدل بين الناس. تنزع الملك ممن تشاء. أين الدول؟ أين الأمم السابقة؟ أين الملوك؟ أين السلاطين؟ أين الجبابرة؟ كأنهم لم يكونوا، كأنهم لم يكونوا. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، تعزه، تقويه، تقويه وتؤيده لحكمة من الله سبحانه وتعالى، وتذل من تشاء، تضع الذلة على من تشاء. قد يكون بعد قوة وبعد عزة يصبح ذليلا، فقيرا، محتاجا، وكم حصل هذا وكم يحصل. فلا يغتر الإنسان بما هو عليه من مال وقوة وجاه، لا يغتر بذلك، يتواضع لله عز وجل ويصرف هذا في طاعة الله ويستعين به على طاعة الله، وإلا فإنه سينزع منه وتبقى حسراته وتذهب ملذاته ويصبح أثرا بعد عين. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، هذا فيه إثبات القضاء والقدر، وأن ما يجري في هذا الكون كله بقضاء الله وقدره ومشيئته، وأن أحدا لا ينال الملك، لا ينال الملك بقوته وقهره وخبرته، وإنما الله هو الذي أعطاه هذا الملك ابتلاء وامتحانا. ثم قال: بيدك الخير. عموما الخير أعم من الملك، كل الخير بيد الله جل وعلا، كل الخير، خير الدنيا والآخرة كله بيد الله جل وعلا وتدبيره. قال: بيدك الخير والشر. ما قال بيدك الخير والشر؟ لأن الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا، وإنما ينسب إليه الخير، فكل ما يجري فهو خير، وإن كان مكروها للمخلوق وشرا بالنسبة للمخلوق فهو من الله خير، لأنه عدل، لأن الله أجراه عليه عدلا منه سبحانه. فما يجري من الله فهو خير، العقوبات، الحدود، الهلاك الذي يحصل، هذا كله من الله خير ويحمد عليه سبحانه.
لأنه عدل منه وجزى للظالمين والجبابرة والمتسلطين، فهو شر بالنسبة للخلق لكنه بالنسبة لله خير. ولذلك قال بيدك الخير، فالله لا ينسب إليه إلا الخير، أما الشر فإنه ينسب للمخلوق، ينسب للمخلوق ما يقع عليه مما يكره وما يصدر منه من الشرور، هذا ينسب للمخلوق. بيدك الخير، ثم قال إنك على كل شيء قدير، عمم سبحانه وتعالى أنه قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، على كل شيء، كل شيء لا يتعذر عليه شيء أراده سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير. أما من يقول على ما يشاء قدير فهذا غير صحيح، إنما وردت في القرآن في موضع واحد وهو على جمعهم، إذا يشاء قدير، على جمعهم قدير، إذا شاء جمع الناس ليوم القيامة، جمع أهل السماوات وأهل الأرض، هو قادر عليه إذا شاء ذلك سبحانه وتعالى. أما أن يقال وهو على ما يشاء قدير عموما هذا لا يجوز، بل يقال على كل شيء، على كل شيء كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى. ثم ذكر تصرفا آخر لا يقدر عليه إلا هو سبحانه، لا يقدر عليه إلا هو، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي، متضادات، هذه المتضادات الله هو الذي خلقها بقدرته سبحانه وتعالى. تولج الليل في النهار يعني تدخل الليل في النهار فينقص النهار ويزيد الليل حتى يصل الليل إلى 15 ساعة، ويصل النهار في النقص إلى 9 ساعات في السنة، ثم يدور يتقارض الليل والنهار، يأخذ النهار من الليل بدل ما إن الليل أخذ منه، يأخذ النهار من الليل حتى يصير النهار 15 ساعة ويصير الليل 9 ساعات. من هو الذي أولج الليل في النهار وأولج النهار في الليل؟ هو الله سبحانه، وهذا حسب فصول السنة، فصل الربيع، فصل الشتاء، فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الصيف، فصل الخريف، فصول الأربعة، الليل والنهار يتقارضان في هذه الفصول، وأحيانا يعتدلان فيكون الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، وما هنا غير 24 ساعة ليل ونهار، ما هنا غيرهم 24 ساعة، أحيانا يعتدلان يصير هذا 12 وهذا 12، وأحيانا يأخذ هذا من هذا يتقارضان، هذا بقدرة الله ولأجل مصالح البشر، لأجل مصالح العباد. فالذي قدر على هذا، هذا داخل في قوله إنك على كل شيء قدير، لما قال إنك على كل شيء قدير ذكر نموذجا من قدرته سبحانه وتعالى الباهرة، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. شوف الليل والنهار متضادات، هذا ظلام وهذا ضياء، تضادات، الحي والميت متضادان، الحي الذي فيه الحياة والميت الذي خرجت روحه أو ليس فيه روح أصلا، تخرج الحي من الميت، الحي من الميت، كيف؟ تخرج الزرع من الحبة، الحبة ميتة ولا لا؟ تخرج الزرع من الحبة، حبة يابسة ثم يظهر لها عروق ثم تظهر لها أوراق ثم يكون لها قصب ثم يكون لها سنابل
وهي في الأصل حب. أنت إذا مررت بالأرض وقت الصيف شوفها هامدة ما فيها شيء نبت، تقول هذه ما تنبت أبد، خلاص ميت ما فيها شيء. إذا نزل المطر عليها ظهر ما فيها من البذور المختفية فيها. كذلك النشور للأموات، الأرض مملوءة من الجثث، مملوءة من بني آدم ولا يدري عنهم أحد. إذا صار يوم القيامة نبتت هذه الأجسام كل في مكانه الذي دفن فيه، وانت مار عليها ما عليها شيء، لا نبات ولا ناس ولا شيء. هذه قدرة الله جل وعلا، تخرج الحي من الميت مثل الزرع من الحبة، مثل الدجاجة أو الطائر من البيضة. البيضة ميتة، ميتة بيض، ما تدري إلا هي من فتحه ظاهر منها طائر حي، بعد مدة يسيرة يطير. من هو الذي أخرج الحي من الميت؟ هو الله. وكذلك قالوا يخرج المسلم من الكافر، الكافر ميت القلب، ميت القلب، والمسلم حي القلب. يخرج الله المسلم من الكافر كما أخرج إبراهيم عليه السلام من كافر، كما أخرج إبراهيم من أب كافر، ويخرج المسلم من الكافر حي حياة معنوية، وأما حياة النبات والطيور كذلك الآدمي. أليس الآدمي من نطفة؟ النطفة ميتة ولا لا؟ نطفة ميتة، يخرج الله منها آدميا حيا متحركا، وربما يتجبر ويتكبر ويطغى وهو طالع من نطفة. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، يخرج الكافر من المسلم، مثل ما أخرج ابن نوح من نوح عليه السلام نبي الله، يخرج الكافر من المسلم، المسلم حي والكافر ميت القلب، ويخرج البيضة من الدجاجة، الدجاجة حية والبيضة ميتة، يخرج النطفة من الإنسان من الرجل، الرجل حي والنطفة ميتة، يخرج الحب من الزرع، الزرع حي والحبة ميتة ما فيها حياة، ما فيها حياة حركة، ولا فيها حياة نمو لكن ما فيها حياة حركة، متضادات قدر الله عليها سبحانه وتعالى، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا يحسب اليهود وأضرابهم والدول الكافرة أن هذا الذي عندهم من القوة والجبروت أنه لكسبهم وكدهم، وإنما هو من الله ابتلاء وامتحان. ترزق من تشاء بغير حساب، الرزق من الله. لا يحسب التجار والأغنياء أن تجارتهم وثروتهم بحولهم وقوتهم، إنما هي رزق من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء وامتحان. بل إن الله يرزق المخلوقات التي لا نعلمها في البر والبحر، من الذي يرزقها؟ من الذي يعيشها؟ من الذي يمنحها الصحة والقوة؟ من الذي يتولاها؟ مخلوقات كثيرة، هو الله جل وعلا، تعيش على رزق الله الذي لا ينفد، رزق الله لا ينفد سبحانه وتعالى، خزائنه ملأ مع كثرة الإنفاق. ترزق من تشاء بغير حساب، أي بغير تقدير، بغير تقدير. أنت إذا جئت عطيت الفقير ريال أو ريالين أو إن شاء الله 100 ريال، الله يعطي بغير حساب، يعطي بغير حساب سبحانه وتعالى، لأنه غني ولا ينقص ذلك من خزائنه شيئا، خزائنه ملأ سبحانه وتعالى.
ولله خزائن السماوات والأرض. قالوا لما قال المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، قال الله جل وعلا ولله خزائن السماوات والأرض، فهذا الرزق ما هو من المنافقين، هذا من الله جل وعلا، ولكن المنافقين لا يفقهون، نسأل الله العافية. وترزق من تشاء بغير حساب. لما ذكر سبحانه جرائم اليهود وحقدهم على المسلمين وعلى نبي الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، لما ذكر حقدهم وكفرهم وحسدهم وجرائمهم القبيحة، نهانا عن أن نتولاهم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، ملة إبراهيم عليه السلام، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالمسلم يتولى المسلمين ويتبرى من الكافرين، المؤمن يوالي المؤمنين ويتبرى من المشركين والكفار، لا يتخذهم أولياء. والولاية أو التولي معناه المحبة في القلب والنصرة لهم بالأفعال والأقوال، لا تتخذوهم أولياء محبوبين وأصدقاء لكم وتناصرونهم بالقول أو بالفعل، بل عادوهم لله عز وجل، عادوهم لله عز وجل. هذا الولاء والبراء في الإسلام أصل من أصول الإسلام، وإن كان بعض الجهال أو بعض الملاحدة الآن ينكر الولاء والبراء ويريد أن لا يدرس في المدارس وأن يرفع من المناهج، يريد أن المسلمين والكفار يتساوون وأنهم كلهم بنو آدم، أو بعضهم يقول اليهود على حق والنصارى على حق والمسلمون على حق، كلهم يعبدون الله، يقول كلهم يعبدون الله، فنحن وإياهم إخوان، يقولون هذه المقالة القبيحة. الله جل وعلا نهانا عن ذلك، لا يتخذ، هذا نهي، لا يتخذ المؤمنون الكافرين عموما كتابيين وغير كتابيين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني غير المؤمنين، لا تتولوا غير المؤمنين بالمحبة والنصرة، أحبوا إخوانكم المؤمنين وانصروا إخوانكم المؤمنين، أما العكس فهو أن تنصروا أعداء المسلمين من الكفار وتحبوهم وتزكوهم وتدافعوا عنهم أو تزعموا أنهم إخوانكم، فهذا محادة لله ولرسوله وكفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى من الولاء والبراء للكفار. نعم التعامل مع الكفار بالأمور المباحة لا بأس، وليس هذا من الموالاة،
نبيع ونشتري منهم في المباحات، نستفيد من خبراتهم، نستأجرهم للأعمال التي لا يحسنها غيرهم، هذا ما هم من الموالاة، هذا من تبادل المنافع، تبادل المصالح. فنحن نتعامل معهم ولكن نبغضهم في القلوب، نبغضهم في القلوب، ونتعامل معهم فيما أباح الله سبحانه وتعالى. كذلك نحسن إلى من أحسن إلى المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فنحسن إلى من أحسن منهم من باب المكافأة، لا من باب المحبة، بل من باب المكافأة لهم على صنيعهم، هذا مكافأة، ما هو مهم محبة ولا موالاة كما يزعم بعض الجهال، يستدلون بهذه الآية أنه يجوز محبة الكفار. الله ما قال أن تحبوهم، قال أن تبروهم تقسطوا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم مقابل ما إنهم أحسنوا إليكم، هذا ليس من الموالاة، ليس من الموالاة. ومن يفعل ذلك، يعني يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فليس من الله في شيء، تبرأ الله منه، تبرأ الله ممن لم يعادي الكفار ولم يحقق الولاء والبراء في دينه، الله تبرأ منه. وهل من تبرأ الله منه يكون فيه خير؟ يقولون هذه ثقافة وهذه حذق وهذه سياسة وهذه، نقول لا، هذا ما هو ثقافة ولا سياسة ولا، هذا محادة لله ولرسوله. ويكفيك أن الله تبرأ ممن فعل هذا، فليس من الله في شيء إلا في مسألة واحدة، إلا أن تتقوا منهم تقاة. إذا اضطر المسلم إلى أن يوافق الكفار على أمور لا تمس الدين، أمور ما تمس الدين، بالكلام بالمال لا يمس الدين، أما الدين ما يتنازل عنه، لكن يصانعهم مصانعة لأجل أن يسلم من شرهم. تتقوا منهم، الاتقاء معناه أنك تتقي المحذور منهم بشيء لا يضر دينك، بالكلام، بشيء من المال، بشيء لا من الموافقة التي لا تمس العقيدة ولا تمس الدين، عند الضرورة، عند الضرورة فقط، إلا أن تتقوا منهم تقاتل. وهذا ما يسمى بالمدارات، المدارات تجوز عند الضرورة، أن تدرأ الشر الأكبر بارتكاب الضرر الأخف، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، هذه التقاة. ولذلك لما ضايق الكفار، ضايقوا عمار بن ياسر رضي الله عنه، ضايقوه وأمسكوه وعذبوه إلا أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو تكلم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلص منهم وهو في قلبه مخالف لما ينطق به لسانه، هو مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه تكلم من باب التخلص فقط بلسانه، وأما قلبه فهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأطلقوه، ندم عمار رضي الله عنه مما صنع، ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بما وقع، قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، قال إن عادوا فعد. وأنزل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم
وعلى أبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فالذي يوافق الكفار من غير إكراه من غير ضرورة هذا يكون من هذا الصنف والعياذ بالله، أنه كفر بعد إيمانه وأنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. فالمسلم يعتز بدينه ويعتز بإخوانه المسلمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعتز المسلم بدينه ولا يتنازل عن شيء منه. ومسألة المدارات هذه ليس فيها تنازل عن الدين، هو على دينه لكن أعطى شيئا غير ما في قلبه وغير ما في دينه، أعطاه لأجل يتخلص فقط. إلا أن تتقوا منهم تقاتل. ثم قال جل وعلا ويحذركم الله نفسه، حذركم الله نفسه، لا يحذركم من أحد غيره وإنما يحذركم منه سبحانه وتعالى، لأن غير الله لا يملك نفعا ولا ضرا ولا مصيرا ولا عاقبة، إنما هذا لله وحده. الله يحذركم نفسه سبحانه، لا يحذركم من أحد غيره، فليكن خوفكم من الله خشيتكم لله عز وجل واعتزازكم بالله وانتماؤكم إلى الله وإلى رسوله وإلى المؤمنين في كل زمان ومكان. ثم قال والله رؤوف بالعباد، الله جل وعلا رؤوف، الرأفة هي الرحمة والرفق، الله رؤوف بالعباد، لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه يمهل ولكنه يرفق ولكنه يرحم، ولكن لا يغتر بذلك فيتجرأ على حرمات الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الآية ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، وإلى الله المصير أي المرجع والمآب، فيجازي كلا بعمله، المؤمن يجازيه بإيمانه والمحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، إلى الله المصير، كل يصير إلى الله. هذا مثل قوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تقول السائلة قدمت للعمرة من بلدها وأوصاها أبناؤها بأن تصلي لهم حول الكعبة تقربا إلى الله، فما حكم ذلك؟ الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، الصلاة عمل بدني لا تدخلها النيابة، وإنما تدعو لأقربائها، تدعو لهم بالمغفرة والرحمة، دعاء مشروع للغير، أما الصلاة فهي للمصلي فقط. نعم. يقول لي صديق في العمل دعاني لحضور وليمة عشاء عقيقة وهو لا يصلي أبدا، هل أقبل هذه الدعوة؟ إذا كنت ستنصحه وتحذره مما هو عليه فتزوره من أجل هذا فلا بأس، أما أنك تروح وتأكل من اللحم والرز وتطلع هذا لا يجوز. نعم. يقول إذا زرت القبر لأدعو لأبي الميت، هل إذا زرت القبر لأدعو لأبي الميت هل يجوز لي أن أدعو لنفسي أيضا، وما هي الأوقات التي ينهى فيها عن الدفن؟ القبر يدعى عنده للميت فقط ولا تدعو لنفسك، إذا أردت أن تدعو لنفسك
ادعو الله في المسجد أو في أي مكان، أما عند القبور لا تدعو لنفسك ولا لغيرك من الأحياء، وإنما تدعو للأموات فقط. نعم. تقول السائلة: مجموعة من النساء يخرجن لقضاء حوائجهن ويأتي وقت الصلاة ولا يصلون بحجة عدم فراغهم، فما الحكم في ذلك؟ خروج النساء إلى الأسواق توسع في ذلك فيه خطورة عظيمة، لكن إذا كان ولا بد وخرجن متسترات ومتجنبات للاختلاط، تجنبات للزينة والطيب وبقدر الحاجة فلا بأس. والصلاة لا تخرج وقت الصلاة أو قريب من وقت الصلاة إلا إذا كان رجوعها قريبا فلا بأس، أما إذا كان سيطول وقتها فلا تخرج قريبا من وقت الصلاة، إنما تخرج في وقت واسع ليس فيه صلاة كوقت الضحى أو من الليل مع محرمها. نعم. يقول: أديت العمرة عن نفسي ولله الحمد، هل يجوز لي الإحرام والخروج للتنعيم لأداء عمرة أخرى عن أشخاص متوفين؟ الجواز يجوز أنك تخرج للتنعيم وتعتمر عن نفسك وعن غيرك، لكن الأفضل أن لا تخرج، الأفضل أن تبقى في المسجد الحرام. الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، وش تدور غير هذا؟ الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة. الاعتكاف في المسجد الحرام للقراءة، تلاوة القرآن، للأدعية، للذكر، اعتكافك عبادة في المسجد الحرام. الطواف بالبيت عبادة، طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وفي الآية الأخرى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فكونك تعتكف المسجد الحرام وتصلي الصلوات المفروضة، صلوات نوافل، تطوف بالبيت تطوعا، هذا أفضل من العمرة يا أخي. نعم. يقول: شخص قدم ملفه ليحصل على وظيفة من الدولة لكن لم يحصل على تلك الوظيفة لأنه يحمل شهادة الثانوية فقط، فاشترى شهادة دبلوم عالي وحصل على وظيفة وعمل بها لمدة 3 سنوات، وطوال هذه المدة وهو يشعر بالذنب، والآن قدم إجازة بدون مرتب، فبماذا تنصحونه؟ هل يستقيل من هذا العمل؟ وما مصير المال الذي قد حصل عليه من هذه الوظيفة؟ إذا كان قام بالعمل على الوجه المطلوب وأتقن العمل فما يأخذه حلال، لأنه في مقابل العمل، مقابل عمله. وأما غشه فيتوب إلى الله ويستغفر ولا يعود إليه، وما أخذه إذا كان أدى العمل على الوجه المطلوب فهو حلال له، ولكنه أخطأ في التزوير عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. أما إذا كان ما يحسن العمل هذا لا يجوز له الاستمرار في عمل وهو لا يحسنه، نعم، أو يضيعه. نعم. شخص دهس طفلا ومات، ماذا يجب عليه من الصيام؟ وهل يكون الصيام متتابعا أو متفرقا؟ هذا الكلام بالصيام فقط، الكلام في الديه والكلام في النظر في الحادث ما هي أسبابه، هذا يرجع فيه إلى المحكمة، إلى المحكمة الشرعية، ومن باب الحكم العام هذا يكون عليه الديه ويكون عليه الكفارة لأنها نفس احترمة. نعم. ما حكم العمل في الموسيقى الوطنية أو العسكرية؟ لا يجوز للمسلم أن يعمل في الموسيقى، الموسيقى من المعازف ومن أدوات اللهو، ولا يجوز للمسلم أن يعمل في الأغاني والطرب وآلات اللهو والموسيقى والمزامير، المسلم يترفع عن هذه الأمور. نعم. يقول: جماعة من المسلمين عندنا في عمان إذا صلى بهم إمام سني وفي الصلاة الجهرية يركع ركعتين بعد السلام، وعندما نسألهم قالوا لأن تلك الركعتين تجبر النقص لأن الإمام تكلم في الصلاة عندما قال آمين، فما حكم ذلك؟
هذا جهل أو ضلال، إما أنه جهل إن كانوا لم يتعمدوا هذا الشيء، أو ضلال إذا هم تعمدوا هذا الشيء. وهذه الصلاة الركعتين مبتدعة، مبتدعة لا تجوز ولا يقبلها الله منهم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقول آمين في الصلاة هذا سنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فيقول آمين ويرفع صوته بالتأمين، هذه سنة. نعم. يقول: ما الحكم في من يقول يؤخذ الحق ممن جاء به حتى لو كان من المخالفين، ويترك الباطل حتى لو كان من أهل السنة؟ هذا صحيح، أن الحق يؤخذ ممن جاء به. الرسول قبل الحق من يهودي، قال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، تقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ولا تقولوا والكعبة. فيقبل الحق ممن جاء به ولو كان عدوا ولو كان كافرا، والباطل يرد ممن جاء به ولو كان مسلما. هذا قول صحيح، لكن أنا أخشى أن القائل هذا أنه حق يريد به باطل، يريد به أنه يكره أهل السنة ويقلل من شأنهم. أهل السنة إن شاء الله، إن شاء الله ما يأتون بالباطل أبدا، وإن حصل من بعضهم شيء من الخطأ فهو إما عن جهل وإما عن اجتهاد. فأهل السنة على خير إن شاء الله، ولا يساء بهم الظن إن شاء الله. نعم. يقول: أيهما أفضل للمسافر، الإمساك عن السنن الرواتب أو يصليها، خاصة إذا كان في الحرم؟ الذي يقصر الصلاة لا يأتي بالرواتب، لا يأتي بالرواتب، لأنه مشروع له القصر من الصلاة الفريضة، فكيف يأتي برواتب بعدها أو قبلها؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: لو كنت مسبحا، يعني مصليا الراتبة، لا أتممت. الله يخفف عنك وأنت تزيد صلاة أخرى. إذا أردت أن تأتي بالنوافل لها مجال آخر، صلاة الضحى، صلاة الليل، الوتر، تحية المسجد، ركعتي الطواف، مجال واسع للإتيان بالنوافل.